في وقت يبدو فيه المرشح الديمقراطي جو بايدن قاب قوسين أو أدنى من إعلان فوزه، ولم يبق له سوى حسم معركة ولاية واحدة من الولايات غير المعلنة حتى يحصل على العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، أي 270 صوت. في هذا الوقت تشهد الكثير من الولايات الأمريكية احتجاجات بسبب استمرار الغموض وعدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية، الجدل الدائر بخصوص الأصوات عبر البريد. في رد فعل على تشكيك المرشح الجمهوري دونالد ترامب في نزاهة احتساب الأصوات ورفضه اعتماد أصوات المصوتين مبكرا، نزل المحتجون إلى الشوارع في ولايات مختلفة في كافة أرجاء البلاد، أبرزها نيويورك وفلادلفيا وشيكاغو ولوس أنجلوس وديترويت ومينيابوليس وواشنطن، وأغلق المحتجون الطرقات في ولايات مثل نيويورك ولوس أنجلوس، ما دفع الشرطة لتفريقهم بالقوة واعتقال عدد منهم. وأمس الأربعاء ارتفع عدد أصوات المرشح جو بايدن في المجمع الانتخابي، ويحتاج بايدن الآن لستة أصوات فقط من أصوات المجمع الانتخابي ليحسم السباق إلى البيت الأبيض. يذكر أن خمس ولايات لم تحسم فيها النتائج بعد، وهي ألاسكا ونيفادا ونورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا. هذا وعمق وباء كورونا من حالة الاحتقان بسبب اضطرار عشرات الملايين من الناخبين للإدلاء بأصواتهم مبكرا، هو إجراء رفضه وشكك في نزاهته دونالد ترامب، بل وطلب بعدم احتساب تلك الأصوات المبكرة. نستعرض معكم بداية في هذا الإنفوغراف أبرز المعلومات عن جو بايدن. أرحب بضيفايا في هذه الفقرة، معي عبر سكايب من ولاية ميتشيغان السيد خالد الترعاني الكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية، ومن عمان عبر سكايب أيضا السيد داود كتاب الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما، وأبدأ من ميتشيغان مع السيد خالد الترعاني. إلى أين وصلت الأمور الآن سيد خالد؟ يعني بتنا ليلة الأمس والجميع ينتظر ستة أصوات فقط كي يكون جو بايدن هو الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، إلى أين وصلت الأمور؟ نعم، أعتقد أن قضية الست أصوات هي ليست بالضرورة دقيقة جدا، لأن الأمور لم تحسب. يعني هذه عندما نقول بقي ستة أصوات، نحن نتوقع أن أريزونا سوف تذهب لبايدن وأن نيفادا سوف تذهب لبايدن وأن بنسلفانيا قد تذهب لبايدن. هذه الأمور وإن كانت احتماليتها عالية ولكنها ليست محسومة تماما، فنستطيع أن نكون متفائلين ونقول أنه بقي ستة أصوات. الأمور يعني الآن تضيق الهوة، دعني أقول خصوصا في ولايات أريزونا ونيفادا، ولكن ما زال منذ الأمس ما زال الفارق بين بايدن وترامب لصالح بايدن ب 8000 صوت فقط. مقابل نقصت الهوة التي كانت لصالح ترامب في ولاية بنسلفانيا من 700 ألف صوت يوم الانتخابات إلى الآن حوالي أظن وصلت إلى 19 ألف صوت. الفارق بين بايدن وترامب في ولاية بنسلفانيا التي هي أساسية ورئيسية نزل من 700 ألف صوت إلى 19 ألف صوت، وهي عدد بسبب أنه كان هناك أكثر من مليون صوت تم إيصالها بالبريد، والذين صوتوا مبكرا والذين لا تحسب أصواتهم إلا بعد أن تغلق صناديق الاقتراع. هذا مما يعني أدى إلى هذه التقليص الهامش لصالح بايدن في كثير، إن كان في الولايات الغربية أو الولايات الشرقية. المفاجأة هو التي حصلت وتحصل وفي طريقها إلى أن يبدو أن بايدن على وشك أن يقلب ولاية جورجيا التي هي تاريخيا أو التاريخ الحديث يعني لصالح الجمهوريين، على وشك أن يقلب هذه الولاية لصالحه. هناك الآن حوالي 60 ألف صوت بصدد أن تحسب، والفارق بين ترامب وبايدن حوالي
حوالي 10,000 صوت، والأرقام التي تأتي الآن تأتي لصالح جو بايدن. طيب سأعود إليك سيد خالد مرة أخرى. سيد داود كتاب، يعني هناك سؤال لازال البعض يسأله، وهناك أنظمة عربية في الحقيقة تمني النفس بإجابة هذا السؤال، هل لا زال لدونالد ترامب فرصة قائمة كي يستمر في منصبه كرئيس للولايات المتحدة؟ يعني فرصة لا تزال، لكنها يعني فرصة ضئيلة جدا. هناك طبعا قادة عرب يعني وضعوا كل أمالهم في ترامب، ولكن هذا كان خطأ تاريخي، لأنه الانتخابات الأمريكية لا يمكن أن تحذر من سيربح، ووضع كل أمورك مع شخص معين قد يكون خطة قصيرة الأمد. على أي حال، السياسة الأمريكية الخارجية سياسة تحكمها عدة عناصر، من بينها الخارجية، من بينها الإعلام، من بينها مراكز الأبحاث، من بينها رجال الأعمال. فأنا حسب رأيي في حال فوز بايدن ستكون هناك سياسة خارجية هادئة، ستكون مدروسة، ستكون القرارات قرارات مدروسة وليست عشوائية. طيب هذا التغير ربما بعد أن تحسم الأمور، ولكن في الساعات والأيام التي نعيشها الآن سيد داود، هل ترى أن دونالد ترامب سيرفع الراية البيضاء مبكرة؟ شوف، في جانبين لترامب، الجانب العلني والجانب الفعلي. أنا حسب رأيي سيبقى يحتج أن تمت سرقة الانتخابات منه إذا خسر، ولكن في الجانب الواقعي سيأتي كبار الحزب الجمهوري ويقنعوه أن يتنازل ويعلن تنازله، ولا خاصة إذا كان الفارق أكبر من ولاية واحدة، يعني إذا كان أكثر من 270 بمعنى أنه 280 300 سيكون صعب أن يحتج على أكثر من ولاية. كانت النسبة ضئيلة، قد يكون هناك مجال لمحاولة الاحتجاج وطلب إعادة الفرز وإلى آخره، وقد يكون ذلك. لكن إذا كان الفرق أكثر من ولاية، فهل سيطلب إعادة الفرز في 3 ولايات 4 ولايات؟ أي ولاية سيطلب الفرز فيها؟ سيكون الأمر صعب، وسيبدأ كأنه خاسر غير مقتنع أو غير رياضي بالمعنى الخسارة الرياضية. طيب سيد خالد الترعاني، متى يتوقع أن ينتهي الفرز وتعلن النتائج؟ المتوقع يعني بأوقات مختلفة في ولايات مختلفة، ولكن يعني الأمور تتجه نحو الحسم في الحقيقة. بهذه الليلة، يعني بمساء اليوم، مساء الخميس صباح الجمعة، قد تكون حسمت الأمور. نحن نعلم أنه كما ذكرت لك ولاية جورجيا فيها فقط حوالي 11,000 صوت، أو عفوا 60,000 صوت التي بقيت، وجو بايدن بحاجة إلى أن يحصل على 19,000 من هذه 60,000 التي بقيت. الأرقام التي تأتي أن الاستمارات المتأخرة أو الاستمارات التي تأتي بالبريد تحسم لصالح بايدن بحوالي 70%، بنسبة 70% هي لصالح بايدن. فإذا هو بقي 60,000 صوت، بايدن بحاجة 19,000. الأرقام تحسب من هذه 60,000 عموما بحوالي 60-70% لصالح بايدن، بمعنى أن جورجيا التي هي الجمهورية هي ولاية حمراء سوف تقلب زرقاء لصالح بايدن. فالأمور تتجه نحو الوضوح. طبعا بالنسبة لقضية إنه رفع القضايا أو الدعاوى القضائية التي يمارسها الآن ترامب، وأنا أتفق مع الأستاذ داود كتاب في هذا، أنه يعني حتى الجمهوريين الآن بدأوا يتخلوا عن ترامب، فنحن لا نسمع إلا من ترامب والدائرة الضيقة حوله التي تتحدث عن أنه يجب التوقف عن عد الأصوات أو التحدي القانوني بمعنى رفع القضايا القانونية. هو فقط الذي يتحدث عن هذا، باقي الجمهوريين صمتوا ولا يتحدث عن هذه القضايا. هم يدركوا أن الرئاسة قد يعني على وشك أن يعني تنزلق من بين أصابعهم، وترامب سوف يكون هو واحد من 5 رؤساء بتاريخ الولايات المتحدة الذي يخسر الرئاسة في الولاية الثانية. بالإضافة إلى هذا، أن بايدن حصل على أعلى نسبة تصويت في تاريخ الولايات المتحدة،
منذ 200 عام الماضية لم يحصل رئيس على هذا العدد من الأصوات. طبعا لم يكن عدد سكان أمريكا بهذا العدد ولكن بهذا الحجم. يعني بايدن حصل على حوالي 72 مليون صوت، هو 100% حسم التصويت الجماهيري، دعني أقول غير الكلية الانتخابية. وترامب سوف يكون فقط رابع رئيس بتاريخ الولايات المتحدة الذي يخسر البوبولار فوت أو التصويت من مجموع التصويت كله، ولكن سوف يكون أول رئيس في تاريخ أمريكا يخسره مرتين. فترامب برأيي قد نكون انتهينا من وجع الرأس الذي اسمه دونالد ترامب. طيب أعود إلى السيد داود كتاب بالحديث عن هذا الذي وصفه السيد خالد الترعاني بوجع رأس ترامب. تداعيات هذا الأمر سيد داود على التجربة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، هل ستتخلص من هذا الوجع في الرأس أم سيكون للأمر تداعيات أخرى على المنظومة بأكملها؟ يعني من الصعب التخلص من فكرة ترامب، يعني ترامبيزم، يعني ممكن أن يتم التغلب على ترامب في الانتخابات، ولكن الفكر اليميني الفاشي الذي يؤيد البيض على حساب الفئات الأخرى، الذي يعارض المهاجرين، الذي يحاول أن يلعب على عواطف الرجال البيض، كل هذا لن يذهب سدى، لن يذهب يعني بعد إذا خسر ترامب. ولكن قد يكون هناك عودة للوضع التقليدي الأمريكي الذي يحترم فصل السلطات ويحترم الإعلام ويحترم المحاكم ويحترم الرئاسة الأمريكية، ولا يتم التلاعب بالرئاسة للمصلحة الشخصية. طيب مصارعة ترامب ومن حوله حتى لو كانت الدائرة الضيقة باللجوء إلى القضاء، هو تصرف حضاري ديمقراطي أم هي محاولة لإفشال العملية الانتخابية بعد مؤشرات خسارته؟ يعني هي محاولة لإقناع نفسه وأنه هو على صح، وأنه إذا المحكمة رفضت القرار فهو يقول حاولت كل جهدي، ذهبت إلى المحكمة والمحكمة ضدي والكل ضدي وإلى آخره. يعني محاولة لإقناع نفسه للخروج للتنازل بأقل الخسارة النفسية. يعني هو عنده النرجسية الذي لا يقبل بالخسارة ولا يقبل باعتراف بالخسارة، وهذه مشكلته. فالذهاب إلى المحكمة يعني محاولة لإثبات أنه هو على صح والآخرين كلهم على خطأ، فأنا سأذهب إلى المحكمة. ولكن في النهاية إذا المحكمة قررت لا، طيب أنا حاولت كل جهدي والكل ضدي ولذلك أنا سأنسحب، هكذا يفكر. نعم سيد خالد الترعاني، ما هي السيناريوهات الآن في الساعات القليلة القادمة؟ نعم، بالنسبة للذهاب للمحكمة هنا قضية تقنية يعني تحكم هذا الأمر، أنه لا يستطيع أن يذهب إلى المحكمة في بعض الولايات إلا إذا كان الفارق أقل من نصف نقطة، بمعنى نصف 1%، بمعنى 5 بالألف فارق الأصوات. يعني لا يستطيع أن يذهب إلى المحكمة الفارق بينه وبين منافسه نقطة أو نقطتين، بمعنى بولاية مثل جورجيا 9 مليون صوت، والفارق بينه وبين الآخر قد يكون مثلا 200 ألف صوت، ويقول أريد أن أعيد العد. إعادة العد قضية تأخذ أسابيع وأسابيع، كما رأينا عام 2000 عندما كانت المنافسة بين جورج بوش وآل جور. فالقضية يعني ليست بهذه السهولة الذهاب إلى المحكمة. يستطيع أن يذهب المحكمة ويطالب بوقف العد، وهو هذا الذي يفعله الآن. الغريب أنه في بعض الولايات يطالب بوقف العد ويذهب إلى المحكمة من أجل ذلك، وفي بعض الولايات الأخرى يذهب إلى المحكمة ويطالب بالاستمرار بالعد. طيب بمناسبة وقف العد، آخر تغريدة له Stop Counting Now، أوقفوا العد الآن أو الفرز الآن، هذه الرسالة لمن سيد خالد؟ هذه الرسالة للجماهير كي تنزل إلى مراكز الفرز كما شاهدنا بالأمس في ميتشيغان وبعض الأماكن الأخرى، أم هي للإدارة التي تشرف على الفرز، أم لحكام الولايات، أم لمن؟ هي لمؤيديه، لأن الوحيد الذي يستمع لترامب الآن هو مؤيديه. يعني والحقيقة نزلوا إلى الشوارع بالأمس، كانوا في أريزونا.
في مقر عد الأصوات، والذين يعدون الأصوات هؤلاء هم مواطنون متطوعون، وهم من كلا الحزبين، من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، والمراقبين عليهم أيضا من الحزب الديمقراطي ومن الحزب الجمهوري. بمعنى أن هؤلاء المتظاهرين وكانوا يحملوا السلاح وكانوا يحملوا البنادق يعني الكبيرة، بمعنى لونج رايفلز، مش فقط مسدسات وإنما بنادق، لأن أريزونا تسمح بحمل البنادق بشكل علني أو بشكل مفتوح كما يقال. فذهابهم إلى هذه أماكن فرز الأصوات التي يقوم بها أعضاء من حزبهم ومن حزب الديمقراطي أيضا، وبمراقبة من كلا الحزبين، هم يذهبوا إلى هؤلاء الذين هم متطوعون وليسوا رسميين، بدل من الذهاب دعني أقول إلى حاكمة الولاية أو حاكم الولاية أو إلى وزير داخلية الولاية وما إلى ذلك. يعني خلقوا نوع من القلاقل عن هذه القضية هو ترامب. يعني ترامب بدل أن يهدئ من روع الناس، هو فعلا يشعل الأمور ويثير ويستفز مشاعر مؤيديه بدعوتهم stop the count now. من الذي يوقف العد؟ إما المحكمة التي توقف العد، وإما الولاية التي توقف العد، وإما يوقف بقوة السلاح وبقوة المظاهرات. ورأينا كيف أن هذه الدعوة المظاهرات، وعلى فكرة فوكس نيوز التي هي مؤيدة تماما لترامب والتي تعتبر هي العقل المستعار لترامب، بمعنى ترامب لا يفكر بذاته وإنما ما تمليه عليه أو ما تعطيه فوكس نيوز من معلومات تراه أحيانا يكررها بطريقة ببغاوية. وجدنا أن الشخصية الرئيسية شون هانيتي في هذه المحطة كان يدعو إلى المؤيدين ترامب إلى التظاهر، ويضع الأوقات وأوقات التجمع وأماكن التجمع، بمعنى أن هناك تنظيم واضح من قبل مؤيدي ترامب إن كان إعلاميا أو من خلال الأشخاص. طيب يبدو أن هناك تغريدة أخرى لدونالد ترامب منذ 10 دقائق تقريبا، كتب بيج ليجل وين إن بنسلفانيا، يتحدث الرجل عن انتصار قانوني كبير في بنسلفانيا. سيد داود، ما الذي يعني هذا؟ يعني هو رفع دعوة لمطالبة بحضور بعض المراقبين عملية التصويت الفرز. عمليا في بنسلفانيا هناك كاميرات موجودة 24 ساعة لأي شخص، أنت ممكن تشاهد عملية الفرز الآن من خلال الويب كام تبع ولاية بنسلفانيا. فهذا يعني فوز شكلي لا يعني شيء، ولكنه يحاول أن يظهر أنه فاز بشيء ما. طيب أعود إلى سيد خالد الترعاني، هذه التغريدة هل تغير من الأمر شيء؟ برأيي لا تغير من الأمر شيء، لأنه دعني أقول لك، لو فاز بولاية بنسلفانيا على سبيل المثال، وترامب يعني فاز بولاية بنسلفانيا، ونقول أنه أخذها اكتسحها بشكل كامل، وفاز بايدن بالمقابل بالولايات التي هو متقدم فيها مثل أريزونا ونيفادا بالإضافة إلى ولاية جورجيا، فهو ليس بحاجة إلى بنسلفانيا على أي حال. وتصبح يعني حتى أن المحكمة العليا في بنسلفانيا قبل يومين ذهب وطلب إيقاف الأصوات، قالوا نضع الأصوات جانبا، تحسب وتوضع جانبا، ثم نرى ماذا سيحصل في باقي الولايات، بمعنى لا تستبق الأحداث. قد تصبح هذه ليست ذات شأن ولاية بنسلفانيا إذا فاز بايدن بنيفادا أريزونا وجورجيا. فالمحكمة العليا في بنسلفانيا وضعت هذا القرار جانبا، الأصوات تحسب ولكن توضع جانبا بانتظار إلى أن نرى كيف سوف تكون الأمور. إذا بنسلفانيا هي الحاسمة، بمعنى يعني صارت هي بيضة القبعان إن صح التعبير، ساعتها يمكن النظر، ونحن برأيي أمام معركة قانونية قد تطول لأسابيع قبل أن يكون هناك عملية قسم. طيب سأعود إليك للحديث عن هذه النقطة، وما هو السيناريو إذن إن طالت العملية أو نجح ترامب في إطالة أمد الإعلان عن الرئيس؟ ولكن أعود للسيد داود. سيد داود، يعني حملة دونالد ترامب قالت أن تغريداته الداعية لوقف الفرز تعني أنه يجب عد الأصوات الواردة في يوم الانتخابات فقط، هل هذا أمر مقبول، أمر قانوني يستطيع ترامب أن يبني عليه، أم أنها معركة خاسرة؟ طبعا لا، حملة ترامب ذهبت إلى المحكمة وتم
استئناف المحكمة العليا مرتين أو ثلاثة لنفس الطلب وتم رفض تلك الطلبات. يعني أنا أي شخص صوت ووضع التصويت في البريد قبل يوم الانتخابات حتى لو وصلت إلى قاعة الفرز بعد يومين أو ثلاثة فهذا تعتبر تصويت قانوني حسب القانون الأمريكي وحسب يعني قرار المحكمة العليا، فهذا لا يعني شيء. طب على ماذا يراهن ترامب وحملته إذن إن كانت الأمور بهذا الوضوح؟ يعني هذه ليست أول مرة يكذب يعني ترامب، وهي لن تكون آخر مرة. فهو يعني عنده الكذب سهل جدا، ومحاولة يعني تبرير المواقف أو خساراته هي من علامات النرجسية تبعته، لكن لن يختلف الأمر، ستخرج النتائج بعد يوم أو يومين، والقرارات اللجان والمصادقة عليها هي التي تحسم الأمر وليست تغريدات ترامب. طيب أعود للسيد خالد الترعاني مرة أخرى، سيناريو التأجيل، ماذا لو نجح دونالد ترامب وحملته في إطالة أمد الإعلان وقسم الرئيس الجديد؟ هذا في مصلحته أم مصلحة بايدن؟ وأين مصلحة الولايات المتحدة في مساجر؟ برأيي هو لن يستطيع أن يستمر بهذه المعارك إلى ما وراء 20 يناير كانون الثاني، وهو موعد القسم، قسم اليمين للرئيس الجديد أو الذي أعيد انتخابه. المحاكم يعني تعمل بسرعة على مثل هذه القضايا، هذه قضايا حاسمة جدا، هناك جيش من المحاميين من جهة ترامب وتاريخ، فالقضية لن تكون يعني لن تصل إلى هذا المستوى برأيي. قد يعني يضع أمريكا على الحافة، بمعنى على حافة التوتر من ناحية المعارك القانونية، ولكن الأمور سوف تحسم خلال أسابيع إذا استطاع أن ينجح بعمل هذه القضايا، رفع هذه القضايا القانونية. ولكن إذا حسمت نيفادا وحسمت أريزونا وحسمت جورجيا، وهي قريبة جدا من أن تحسم خلال 24 ساعة القادمة، قد تحسم هذه الولايات، قد يكون أقل بالنسبة لجورجيا. إذا حسمت هذه الولايات وتجاوز بايدن حد 270 صوت في الكلية الانتخابية، فالأمور محسومة ولن يكون هناك معارك. ولكن قضية أريد أن أشير إليها، أن ترامب تاريخيا على مدى 30 أو 40 سنة الماضية التي كان ترامب فيها في عين الـ يعني في عين الببليك in the public eye أو في يعني الأضواء، يعني في المشهد، نعم، دائما يلجأ للقضاء في المعارك التي يخسرها. فعلى سبيل المثال عندما كانت فضيحة ممثلة الأفلام الإباحية، لجأ إلى القضاء ليمنعها من أن تنشر قصتها. عندما نشرت واحدة من محطات التلفزة أن ترامب ليس بالثراء الذي يدعيه، وإنما هو فقط هو أحد من الأثرياء، رفع دعوى على محطة التلفزة وعلى المذيع الذي يريد أن يضع التقرير، وحتى رفع قضية يعني دعوة قضائية على أم وأب المذيع الذي يعني يريد أن ينشر هذا التقرير عنه. بمعنى هو دائما يلجأ للقضاء لخوض المعارك التي لا يستطيع أن يكسبها بطريقة حضارية. إذن هذه لا عادته وطريقته. المؤشر برأيي والثرمومتر في هذا الموضوع أن الحزب الجمهوري صامت تماما، وليس هناك أحد من الحزب الجمهوري الآن يدعو إلى إعادة إلى وقف العد أو إلى أن هناك تزوير في الانتخابات. الكل واثق بأن العملية الانتخابية عملية منضبطة، عملية محكمة. الوحيد الذي يغرد ويعني يصرخ في هذا المجال هو ترامب وعدد قليل من مؤيديه من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى المواطنين العاديين الذين يعشق ترامب، وهذا الترامبزم كما ذكر الأخ داود، هذه يعني الشخصية العامة التي يقدسها مؤيدوها بأي حال من الأحوال، إن كان على صح وإن كان على خطأ هم يقدسوه ويحبوه، وهؤلاء هم الذين خرجوا إلى الشارع. إذن القضية تقريبا محسومة، والدليل أن قيادات الحزب الجمهوري الآن صامتة تماما ولا تتحدث بتأييد ترامب. نعم سيد داود، أعود لك مرة أخرى، دونالد ترامب يعاني الآن من خسارة شعبية، فقدان ثقة الناس أو الناخب الأمريكي
فيه بعد 4 سنوات، أم هي خسارة أمام الدولة العميقة ومؤسسات الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا أعتقد، أنا لا أؤمن في الدولة العميقة، ولكن كانت الدولة العميقة هي في حال غياب ترامب تكون انتصرت، انتصر الإعلام وانتصر الفكر وانتصر فصل السلطات وانتصرت المحاكم. فأنا لا أعتقد أن ترامب خسارته ستعني شيء سوى خسارة شخصية له ولمؤيديه، وسيكون هناك إعادة النظر، أنا متأكد، في الحزب الجمهوري بكيف أخطأوا بأن وضعوا كل دعمهم لشخص واحد، والآن ستأخذ سنوات لمعالجة هذا الخطأ. ما الذي حدث سيد داود؟ اليوم الأول للانتخابات، الساعات الأولى، دونالد ترامب حتى الساعة 5 تقريبا كان واثقا في نفسه، ظهر في تجمع انتخابي يتحدث أنه لم يفكر لحظة في خطاب الخسارة وإنما كتب خطاب النصر، ثم انقلبت الآية فجأة. ما الذي جرى؟ وقال أيضا أن الخسارة صعب الاعتراف فيها يعني في نفس اللقاء، ولكن يعني ما حدث هو كان متوقعا. كان هناك دعوة من الحزب الديمقراطي بسبب كوفيد وعدم التجمع في غرف التصويت أن يتم التصويت مسبقا، فغالبية الديمقراطيين صوتوا مسبقا، حوالي 100 مليون مواطن صوتوا قبل الانتخابات، في حين أنه فقط حوالي 50-60 مليون صوتوا يوم الانتخابات. فكان يعني في تقدم أو متوقع أن يكون في تقدم لترامب. هلا في بعض الولايات سمحت لبدء الفرز في لحظة وصول التصويت، يعني وصل التصويت قبل أسبوع يتم فرزها، في حين في الولايات التي بقيت والتي لم تسمح القوانين الداخلية بفرزها قبل يوم الانتخابات لم يتم فرزها، وهذا سبب التأخير. فإذا كان النتيجة الأولية وكان متوقع، النتيجة الأولية كان متوقع أن تكون لصالح ترامب، ولكن عند فرز باقي الأصوات 100 مليون صوت في عدة ولايات التي كان يمنع فرزها قبل يوم الانتخابات، بدأت تتعدل الوضع وبدأ يخرج النتيجة الحقيقية للانتخابات. نعم، شكرا جزيلا لك من عمان الكاتب والمحلل السياسي داود كتاب، كما أشكر ضيفي من ميتشيغان السيد خالد الترعاني الكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لكما.